ما هو التوحيد؟ 信仰 أن لا دوي 是什么呢؟ هو إفراد الله بأن يفرد الله سبحانه ولا يجعل معه شريك، يفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. 信仰 أن لا دوي 包括三个方面. يفرد الله بتوحيد الربوبية. 认 أن لا دوي. أي أن الله سبحانه وتعالى يفرد بأفعاله أنه هو الخالق الرازق. 安拉是独一的创造者，是独一的驾驭者. وكذلك توحيد الألوهية توحيد العبودية يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. 再有非常重要的就是要崇拜安拉独一. ولا يمكن أن نصرف شيئا من العبادة لغير الله. 在崇拜安拉的功修上不允许有任何以物配主的行为. يفرد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الأسماء والصفات لابد أن الله سبحانه وتعالى تكون له صفات لا يمكن أن تماثل صفات الخلق. 再有安拉有独一的无可匹敌的尊名与品性. وله الأسماء الحسنى. 安拉的尊名与品性没有任何匹敌. لا يمكن أن الخالق الكامل يماثل المخلوق الناقص. 安拉有全美的品性，所有的被造物都有缺陷，他们不能相互比拟。نعم.